اهلا بكم احبتي الطلبه ومحاضرتنا السادسه اللي راح تكون عن ستريبتوكوكس بكتيريا. احنا بالمحاضره السابقه اخذنا الستافيلوكوكاي وكانت تختلف عن ستريبتوكوكاي انه شكلها يكون على شكل كلاسترز عناقيد العنب او تجمعات، والكاتاليز كما ذكرنا راح يكون بوزيتيف بالستافيلوكوكاي، بينما بالستريبتوكوكاي مثل ما تلاحظون امامكم الشكل يكون عبارة عن ستريبت يعني على شكل المسبحة، والكتاليز راح يكون نيجاتيف. هاي أهم الفروقات بين الستافيلوكوكاي والستريبتوكوكاي. إذا الفاميلي راح يكون ستريبتوكوكوكسية، والجنس راح يكون ستريبتوكوكس، السبيشيز اللي هي ستريبتوكوكس بايوجينس وستريبتوكوكس فيكالس وستريبتوكوكس فيريديانس وستريبتوكوكس نيمونيا. هاي اهم الانواع important species يعني من الناحية الطبية. الجنرال كاركترز الخصائص العامة راح تكون جرام بوزيتيف كوكاي يعني تاخذ اللون البنفسجي وتكون على شكل كوكاي مكورة، أورنج إن تشين أور بيرس راح تكون مرتبة على شكل سلاسل أو على شكل أزواج بيرس. Some strains are capsulated، البعض من عندها راح يكون capsulated which are important in pathogenicity اللي راح تكون ذات أهمية طبية. الغالبية العظمى majority are facultative anaerobic راح تكون اختيارية لا هوائية facultative anaerobic. If you are راح تكون obligatory anaerobic يعني إجبارية لا هوائية. الكتاليز الصفة التفريقية المهمة بين وبين staphylococci انه الكتاليز راح يكون negative non-motile غير متحركة فاستيديوس مايكرو أورجانزم، مثل ما ذكرت لكم محاضرة العملي انه الفاستيديوس مايكرو أورجانزم تعني انه هذه البكتيريا تحتاج الى عناية خاصة، اي انها تحتاج الى متطلبات غذائية اضافية بالاضافة الى الانجريدنت المحتويات الموجودة بالاجار. ومثال على هذه المواد التي نضيفها مثل البلد او السيرم. إذن fastidious microorganism require rich media for its growth with additional growth supplement يعني إضافة مواد أخرى مغذية وداعمة such as blood agar and chocolate agar enrich media. تصنيف هذه البكتيريا يعتمد على ثلاثة تصانيف اللي هي تصنيف Brown's classification اللي يعتمد العالم Brown's على تصنيف الستريبتوكوكس وصنفها على اساس الهيمولايتيك على وسط البلد اجار اللي هي الفا وبيتا وجاما. الفا راح تكون بارشيال ديستركشن اوف ار بي سي، وبيتا راح تكون كومبليت ديستركشن اوف ار بي سي، وجاما نون ديستركشن اوف ار بي سي. لانسفيلد كلاسيفيكيشن، العالم لانسفيلد صنف على اساس سيرولوجيكال اي وبي وسي ودي. الجراف classification cell wall structure carbohydrate يعتمد على وجود الكربوهيدرات بال cell wall structure بتركيب جدار الخلية. أهم هذه التصانيف هي تصنيف Brown's classification وقلنا اعتمد على الهيمولايتيك على البلد أجار. Species of this genus is classified according to the hemolysis مثل ما ذكرنا يعتمد على الهيمولايسيز. Beta hemolysis يعني complete RBC destruction clear zone around the colony يعني راح يكون التحلل للار بي سي بالكامل destruction complete RBC destruction هاي بالبيتا هيمولايسيس. ومثال عليها الستريبتوبايوجينس اللي هي اهم هذه الانواع من الناحية الطبية او الامراضية. والنوع الاخر اللي هو الفا هيمولايسيس اللي راح يكون partial يعني جزئي تكسر الار بي سي، راح يكون جزئي partial ار بي سي destruction راح تظهر باللون اخضر greenish discoloration of agar. ومثال عليها الستريبتوكوكس نيمونيا وفيريديانس. النوع الاخير الجاما هيمولايسيس نو وان اوف ذا ابوايس تشينجز ولا واحد من هاي التغيرات الموجوده
انه لا الفا ولا بيتا هوملايسيس اراوند ذا كولوني نو هوملايسيس، يعني لا توجد اي تحلل بالمستعمرات البكتيريه يعني سراوندينج ذا كولوني، محيط الكولوني راح يكون نون هوملايسيس. الجدول الظاهر امامكم راح يفرق لنا بين انواع الاربعه للستريبتوكوكاي اللي هي النيمونيا وفيريديانس وفيكالوس وستريبتوكوكاس بايوجينس. من ناحيه البلد اجار، اذا زرعنا على البلد اجار راح يكون الفا هوملايسيس للفيريديانس والنيمونيا، ويكون بيتا هوملايسيس للستريبتوكوكاس بايوجينس، بينما يكون فيربل متغير للفيكالوس. بايل سولابلتي تيست راح يكون نو جروث للنيمونيا واجروث لبقيه الانواع. الابتوتشين سينسيتيفيتي تيست راح يكون بوزيتيف يعني سينسيتيف للنيمونيا، بينما يكون بقيه الانواع نوت سينسيتيف. بستريازين سينسيتيفيتي تيست راح يكون بوزيتيف بالبايوجينز، اما بقيه الانواع فتكون نوت سينسيتيف، والجروث راح ينمو فقط الفيكالس ستريبتوكوكس فيكالس تنمو على تركيز 6.5% من ACL، اما بقية الانواع فلا تنمو نو جروث بتركيز 6.5% من ACL. الكاتاليز مثل ما ذكرنا انه بالستريبتوكوكس راح يكون نيجاتيف، بينما بالستافيلوكوكاي راح يكون بوزيتيف، وهي صفة تفريقية بين نوعين الستاف والستريبت. الكبسول راح تظهر فقط بالستريبتوكوكس نيمونيا، اما بقية الانواع فلا تظهر فيها ابسنس الكبسول، لا تظهر في الفيكالس ولا بالبايوجينس ولا تظهر بالستريبتوكوكس فيريديانس. انتيجينيك كاركترز، خواص الانتيجينات الموجوده على سطح الخليه البكتيريه. اهم هذه الانتيجينات هو الامبروتين، ذا موست امبورتنت فيروس فاكتور، اللي يعتبر انتي فاجوسايتيك، بروموت ادهيرنس تو هوست ابيثيليال سيل، يحفز وينشط الخلية البكتيرية للالتصاق بالإبيثيليال سيل للهوست. The protein and other cell wall antigen، هذا البروتين مع بقية الانتجينات الأخرى يمثل important role، يلعب دور أساسي ومهم بالباثوجينيسيس of rheumatic fever، بيحمى الروماتيز. الأنتيبوديز، الأجسام المضادة تنت إلى هذه المكونات اللي هي الأمبروتين مع بقية الانتجينات، راح تعمل رياكت تفاعل مع الكارديك مصل تشو، تعمل على مهاجمة أنسجة خلايا العضلات القلبية، وبالتالي cause heart disease، تسبب infection للهارت. other antigens، هناك بعض الانتجينات الأخرى اللي هي T and R protein، but they are not related to virulence، لكن ليس لها علاقة بالفيرولانس. الفيرولانس فاكتور مثل ما ذكرنا أنه هناك الامبروتين يعتبر أهم هذه الفيرولانس فاكتور، أهم عوامل الضراوة. هناك الهيرونيك أسيد، أيضا الإكسوتوكسين، وأيضا الإنفازنس اللي يمثل ستريبتوكاينيز وستريبتو دورني والهايلورونديز وستريبتولايسين ستريبتوكوكس. مثل ما ذكرنا قلنا أنه ستريبتوكوكس بايوجينس جروب أي راح يكون أهم هذه الأنواع. الأمراض التي تسببها ستريبتوكوكس بايوجينس هي اللوكال انفكشن وسيستميك انفكشن وبوست ستريبتوكوكال انفكشن. اللوكال انفكشن تحدث في مكان الإصابة، سيستميك انفكشن تعني الدخول إلى داخل جسم الإنسان، يعني أنه ممكن أن تنتقل عن طريق البلاستريم أو عن طريق الوند on the skin. راح تسبب لنا السبسيس هي تعفن الدم، والمنجايتس التهاب السحايا الدماغية، أو البربرال سبسيس حمى النفاس، أو سكارلت فيفر اللي هي الحمى القرمزية. أما البوست تريبتوكوكال انفكشن فراح تسبب بعد ما تحدث السيستميك انفكشن، راح تكون هناك كومبليكيشن مضاعفات تسبب روماتيك فيفر افتر سور ثروت، بعد على تقرحات الحنجرة راح تسبب روماتيك فيفر، أو تسبب اكيوت جلوميرولار نفرايتس، التهاب النبيبات الكلوية. عندنا نوع آخر اللي هو جروب بي، اللاكتية راح يكون من نوع جرام بوزيتيف كوكاي with tendency to form chains، تميل أن تكون
سلسلة من الكوكاي. اتز بيتا هيمولايتيك، راح تكون من نوع بيتا هيمولايتيك. الكاتاليز راح يكون نيجاتيف وتكون فاكولتيتيف ان ايروبيك، تكون اختيارية لهوائية. تسبب نيوناتال انفكشن من جايتس النيو بولن، راح تسبب التهاب السحايا الدماغية بالاطفال حديثي الولادة. النوع الاخر اللي هو جروب دي راح يكون فيرابل هيمولايسيس. جروب دي حسب تصنيف لاسفيلد راح يكون فيرابل هيمولايسيس، متغير الهيمولايسيس. نورمال فلورا اوف جي اي تي، يكون بشكل طبيعي بالجي اي تي الجهاز الهضمي، جاستريك انتستينال تراكت، وبالاورال ميكوزا في تجويف الفم، الطبقه المخاطيه للفم، وتسبب يو تي اي، التهاب المجاري البوليه وود انفكشن، والتهاب الجروح والبيس سور اللي هو قرحه الفراش. ستربتوكوكس فيريديانس يكون الفا هيمولايتيك، ذي ار الفا هيمولايتيك ستربتوكوكس، يظهر as common sub on the cause of mouth في الطبقة المخاطية للفم، يظهر بصورة طبيعية نازفرينكس and saliva بالمنطقة الواصلة بين البلعوم والأنف، وبالسلايفة راح يكون أيضا بشكل طبيعي. They can cause human infection such as subacute bacterial endocarditis، راح يكون راح يسبب التهاب عضلة أو شغاف عضلة القلب اللي هو subacute bacterial endocarditis. In patient في المرضى الذين يعانون من الابنورمال هارت فالفز، الذين لديهم صمامات اصطناعية غير طبيعية. الستربتوكوكس نيمونيا اللي هي نيموكوكاي ديبلوكوكس نيمونيا راح تكون الفا هيمولايتيك، اذا فحصناها بالمايكروسكوب راح تظهر على شكل جرام بوزيتيف ديبلوكوكاي لانسيت شيب، على شكل لانسيت الواقس التي نعمل بها في المختبرات المسمات باللانسيت. الأمراض التي تسببها هي الأوتيتس ميديا، التهاب الأذن الوسطى، النيمونيا، التهاب ذات الرئة، والمينجايتس، التهاب السحايا الدماغية، والسبسس. هذا كل ما يتعلق بمحاضرتنا لهذا اليوم. شكرا لأصدقائكم وإلى الملتقى.